انزاجي اللي ممكن يخطف هدف تاني ويخلص المباراة. واحد لا شيء للميلان على طريق هذا اللاعب البرازيلي اللاعب روبينيو القادم من صفوف يعني نادي مانشستر سيتي واللي كان معار الى سانتوس. هنا كرة رأسية إبرة خلص خلاص إبرة خلص خلاص اللقاء. شوف الكرة وشوف الفرص وادي امامنا الهدف عن طريق اللاعب ابراهيموفيتش، هو هدفه الثالث في مسابقة الدوري الايطالي هذا الموسم قادمة من برشلونة. اللي امامنا اللاعب السويدي ابراهيموفيتش بضربة رأسية يعلن بها عن هدف ياتي في الدقيقة 71. ملعوبة حلوة او الكرة. اذا ماسي بوغدو الرجل الذي لعب بالصدفة بعد اصابة اللاعب انتونيني يصنع هدف لروبينيو في الدقيقة 27 من الشوط الاول، دقيقة 22 عفوا، ثم يصنع هدف في الدقيقة 71 هو الهدف الثاني. اذا روبينيو يسجل واللاعب ابراهيموفيتش يسجل، وضربة رأسية قوية جدا